صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق على الإمارات، على أغلى وطن، وعليكم أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم ومرحبا فيكم في هالحلقة الجديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي مع التعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. معكم محدثتكم اليوم الصبح دكتورة سارة الدلال. في البداية حابين نذكركم أعزائنا المستمعين على أرقام تواصلنا. أرقام التواصل على 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. معنا اليوم طاقم متميز في الاستوديو، الطاقم المتميز من التنسيق والإعداد، بداية بوائلنا مخرجنا المتميز الأستاذ وائل قواسمة، ومن التنسيق الآنسة المبدعة ميرا الغفلي. أعزائنا المستمعين، اليوم حلقتنا بتتطرق لفقرات شيقة. أول شيء بنبتدي بخبر بسيط عن الأشعة المقطعية وكيف ممكن تساعدنا في تشخيص أنواع معينة من الأمراض. من عقبها بناخذ بعض المستجدات من وسائل التواصل الاجتماعي، وبناخذ فواصل قصيرة، وبنتطرق لفقرة تغذوية والتغذوية المتوازنة وصحة البشرة، والفقرة الأخيرة بتكون فقرة صحية بحتة. فنتمنى نشوف من عندكم تواصلكم على أرقام التواصل 600551414 وعلى مشاركاتكم على الرسائل النصية 4006. ناخذ خبرنا الأول اليوم. الخبر الأول يتكلم عن دراسة طبية حديثة وهي عن الأشعة المقطعية وكيف لها علاقة في تشخيص الالتهابات الزائدة الدودية، وهل لها علاقة بتشخيصها بسهولة أو بصعوبة. خلينا ناخذ الخبر ونشوف. هذا الخبر جاينا من جامعة توركو الفنلندية. كشفت دراسة طبية حديثة بجامعة توركو الفنلندية قدرة فحوصات الأشعة المقطعية على تشخيص الالتهاب الزائدة الدودية بسهولة مع تقليل تعرض المرضى للأشعة، خاصة وأنه من أكثر أسباب الدخول للمستشفى شيوعا، وبما أن الزائدة الدودية من أكثر الأنواع الجراحة شيوعا في جميع أنحاء العالم. وأوضح أستاذ الجراحة في جامعة توركو في فنلندا الدكتورة يولينا سالمنن أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن الأشعة المقطعية وسيلة أكثر فعالية ودقة في تشخيص الالتهاب الزائدة الدودية، من حيث أن نظروا في سجلات ل 989 مريض تم قبولهم في قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة نفسها جامعة توركو، ونظروا في الاقتران مع التشابه بين الزائدة الدودية الحادة والأشعات المقطعية اللي تمت في هذه الفترة للتشخيص. وقال الباحثون أن الدقة في تمييز بين الالتهاب الزائدة الدودية الحادة الغير معقد والمعقد كانت بنسبة 90.3% مع جرعة منخفضة من التصوير المقطعي المحوثب، و 87.6% بالجرعة القياسية المعتادة للتصوير المقطعي المحوثب.
وأظهرت النتائج أن الأشعة المقطعية ذات الجرعات المنخفضة والجرعة القياسية دقيقة بنفس القدرة في تحديد التهاب الزائدة الدودية وفي التمييز بين الحالات الخطيرة والمعقدة التي تتطلب جراحة والأخرى التي يمكن يعالجها مثلا بالمضادات الحيوية وغيرها. وقال أننا نأمل أن نشجع هذه النتائج أو النتائج الطبية على تطبيق طرائق التصوير المقطعي بجرعات منخفضة في أقسام الطوارئ، وأيضا تجنب الغير لا داعي للأشعة في حالات كبيرة من المرضى. فنتمنى لكم الصحة والسلامة، وناخذ أول فقرة مع عزيزتنا الأستاذة أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي عن مستجدات وسائل التواصل، عن مستجدات التواصل الاجتماعي وأهم التداول اللي تصير في صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى. خلنا نشوف شو الجديد اللي عندنا نحن في الفقرة هذه نفسها. إذا تابعتونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تابعة لهيئة الصحة في دبي، في خبر شيق جدا جدا واللي بنتطرق له إن شاء الله في الفقرة الصحية اللي بتكون في نهاية برنامجنا اليوم. هو بيتكلم عن عملية معقدة صارت لمريض معين، وطبعا بيكون معانا ضيفنا الدكتور الجراح الذي أقام بالعملية المعقدة. رجوعا للدراسة اللي اتطرقنا لها، والدراسة اللي قبل شوي تكلمنا عنها اللي قاموا بها جامعة توركو الفنلندية، ومن ناحية الأشعة والفحوصات التي يقام بها خاصة في أقسام الطوارئ بنفسها. في أشعات تقوم بها أقسام الطوارئ، سواء كانت أشعة عادية المعتادة أو الأشعات اللي شوية تكون يتطلب لها مثلا تكنولوجيا معينة، نفس الأشعة المقطعية أو التصوير المقطعي. فنحن نتمنى كل المستمعين في وين ما كانوا يكونون بصحة وسلامة، وأيضا يستشيرون الأطباء خاصة في مثلا في لما يكونون في الطوارئ أو إلى آخره، إلى مدى أو إلى نوع الأشعة المقطعية أو إلى نوع الأشعة اللي بيتعرض لها المريض لا سمح الله في تشخيص معين، وممكن حتى نسأل عن دقة هذه الأشعة في التشخيص نفسه، لأن التعرض إلى نسب عالية إلى الأشعة لا سمح الله يمكن يؤدي إلى مضاعفات ما لها داعي. نذكركم بأرقام التواصل على 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. فناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم عشان نتكلم في فقرة مميزة، وأنا أتكلم بنفسي شخصيا هذه الفقرة تهمني جدا عن الغذاء وصحة البشرة. ناخذ الفاصل ونرجع لكم أعزائنا المستمعين. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم المتميز، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي مع التعاون المتميز مع أحلى إذاعة، إذاعة نور دبي. معكم دكتورة سارة الدلال، وحاب أسمع من عندكم أعزائنا المستمعين كل شيء ممكن تستفسرون عنه عن طريق أرقام التواصل 600551414 وأيضا على الرسائل النصية 4006. أه
ما أخفيكم سرا يعني نحن في الفصل دار بين الفريق الإعداد وفريق الفريق الموجود في الاستوديو نفسه حديث وحوار شيق، وكلنا ننتظر هذه الفقرة مع أستاذتنا الأستاذة رناد إبراهيم عبد الرحمن اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي عشان تحدثنا أكثر عن التغذية السليمة المتوازنة ودورها المهم في الحفاظ على صحة وسلامة وأنسجة خلايا الجسم، ومن ضمنها أنسجة وخلايا البشرة، حيث تعتبر البشرة الصحية انعكاس لصحة الجسم بشكل عام. صباح الخير أستاذتنا رناد إبراهيم اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي. صباح النور والورد، أهلا وسهلا فيكم. طبعا أكيد اليوم موضوعنا كتير شيق وكتير مهم، يعني عشان نحكي عنه بخصوص البشرة والتغذية. طبعا مثل ما تفضلتي فعليا البشرة هي مثل المرآة للجسم، فدائما بتعكس الجمال الخارجي، والغذاء له تأثير مباشر على الصحة ونضارتها بشكل عام للبشرة، لأن البشرة بتتعرض دائما للعديد من العوامل الخارجية اللي هي بتأثر على صحتها ونضارتها. وعلى الرغم أنه بعض المستحضرات العلاجية مثل الكريمات مهمة، بس أيضا الأهم اللي هو تغذية البشرة من الداخل، وعشان نحصل التغذية الكاملة لازم يكون عن طريق الغذاء بتناول نظام غذائي متوازن اللي بعزز من صحة الجسم وبقلل من خطر الإصابة في الأمراض وبحافظ عليها. نشكرك الأستاذة رناد على هذه المقدمة البسيطة. طبعا يعني أستاذة رناد ممكن يعني في الكثير منا يغفل، بس البشرة بشكل عام هي تصنف عندنا كأطباء أو اللي نتعامل معاهم في القطاع الطبي، البشرة نفسها عضو. فتخيلوا أعزائنا المستمعين، البشرة هي أكبر عضو عندنا في الجسم كبرى، نحن مغطيين ببشرة، هذا الغشاء الخارجي هي بشرتنا. فالأستاذة رناد لو تكلمينا عن أهمية الغذاء المتوازن، شو يعني الغذاء المتوازن وكيف هذا بينعكس على صحة البشرة؟ الغذاء المتوازن هو الغذاء اللي بيزود الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية عشان يقوم بوظائفه بشكل سليم. وعشان نحقق هذا التوازن الغذائي لازم ننوع في الأطعمة المتناولة عشان تشمل كل المجموعات الغذائية الرئيسية، وطبعا بكميات محددة. وطبعا بيؤدي التناول الغذاء المتوازن إلى تعزيز صحة الجسم بشكل عام. وفي عنا طبعا العديد من الأطعمة اللي هي مفيدة كثير للبشرة بشكل عام، قبل ما نحكي عن الأطعمة الخاصة مثلا بالبشرة أو صحتها أو جمالها. وبصراحة هناك كثير من الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أن الكريمات أو مستحضرات العناية بالبشرة يعني سعرها كثير غالي، وبنفس الوقت هي ليست كافية للحصول على بشرة صحية ومشرقة وخالية من الشوائب. بسبب ذلك أغلب أطباء الجلد حول العالم دائما يدعون بشكل مستمر لعدم إهمال التغذية السليمة واتباع نظام غذائي طبيعي غني بالفيتامينات والألياف الغذائية. ويجب وضع في عين الاعتبار أن اتباع نظام غذائي غني بكل من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مع الدهون الصحية والماء ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على صحة الجلد ويساهم في تجديد البشرة وأيضا في الحفاظ عليها. جميل جدا الأستاذة رناد. طبعا يعني ذكرنا بعض الأطعمة أو خلنا نقول العناصر الغذائية، مثلا الأطعمة المعينة، أو خلنا نشوف الأشياء، أو ممكن لو تفصلين لنا أكثر شو الأطعمة المفيدة بشكل عام للبشرة أو بشكل خاص، وممكن يعني شوي نذكر شو يعني الغذاء المتوازن. طبعا ممكن يختلف من فئة عمرية لفئة عمرية إذا صح الكلام في هذا، أو من خلنا نقول من مرأة إلى ذكر. فلو تكلمين أكثر أستاذتنا رناد عن الأطعمة والغذاء المتوازن اللي ينعكس على صحة البشرة. تمام، مثل ما ذكرت سابقا أنه الغذاء المتوازن هو لازم بيحتوي على جميع العناصر الغذائية بكل المجموعات
الأكل، يعني عندنا مجموعة البروتين، النشويات والحبوب، مجموعة الدهون، مشتقات الحليب والألبان، وأيضا الخضروات والفواكه. فالغذاء المتوازن بيحتوي على كامل هاي العناصر الغذائية، لازم تكون موجودة بالنظام الغذائي اليومي لأي شخص. هلا بشكل عام، سواء الذكر أو الأنثى، الاثنين محتاجين هاي العناصر الغذائية. يمكن يكون اختلاف بنسب بسيطة بينهم، بس بشكل عام لازم يكون هاي العناصر موجودة بكامل عناصرها لأي شخص سواء ذكر أو أنثى. أما شو هي الفيتامينات أو الشغلات اللي إحنا بدنا نذكرها بالتفصيل، اللي هي أكثر إشي مهم لصحة وجمال البشرة، في عنا طبعا في عنا خضروات، وفي عنا فواكه، وفي عنا أغذية أخرى، فأنا رح أتكلم عليهم كل واحد بشكل مفصل منهم. رح نبلش أول شيء بالخضروات. طبعا الخضروات عندنا أنواع عديدة جدا من الخضروات، بس في عندنا خضروات مخصصة تحتوي على عناصر غذائية مهمة جدا للبشرة بشكل خاص يعني. فمن ضمن هذه الخضروات، أول شيء عندنا الخضروات الورقية الخضراء، من ضمنها الجرجير. نعم فالجرجير هو بيحتوي على بعض المعادن مثل البوتاسيوم، المنغنيز، الكالسيوم، الفوسفور، وأيضا الفيتامينات المهمة للبشرة اللي هي مثل فيتامين A، فيتامين C، فيتامين K، B1 وB2. بس هون بنحكي شو فائدة الجرجير، شو بيعمل الجرجير؟ الجرجير هو مطهر داخلي للجلد، يعني بيزيد من نشاط الدورة الدموية، وبيعمل على توصيل المعادن إلى جميع خلايا الجسم، الأمر اللي بيعزز من أكسدة الجلد. وبيعمل كل من فيتامين A وفيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في الجرجير على منع تكوين الجذور الحرة الضارة اللي هي بتساعد على التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد. ومن أجل الحصول على بشرة أكثر صحية، دائما احنا بننصح أن الجرجير ممكن نتناوله في السلطات، حتى كطبخ ممكن نضيفه على أي نوع أكل احنا خلال نظامنا اليومي، يعني بأي طريقة ممكنة. جميل جدا، حتى الجرجير أصلا له فوائد أخرى غير على صحة بالضبط، البشرة، على صحة مثلا الفايبر في ألياف يا معينة وإلى آخره. صح، شو الـ 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 أو الورقيات الأخرى أو التوتيات، هل هي لها، لأن نحن نسمع بكثرة أن التوتيات تنعكس الباريز. فعليا نعم لأنها بشكل عام من الفواكه اللي بتعزز عنا صحة البشرة، اللي هي عند مثل الفراولة، مثل توت البري، البرتقال. ليش؟ لأنه هي تعتبر مصدر غني بفيتامين سي، وفيتامين سي مثل ما حكينا هو مهم جدا في الكولاجين تبع البشرة، تمام؟ عشان يحافظ عليها، فإحنا محتاجين نسبة عالية. فهاي التوتيات او الفراوله او البريز او البرتقال غنيه جدا بفيتامين سي، بتخلص البشره من التجاعيد، بتقلل من الخطوط اللي بتكون حول العينين، بتحسن لون البشره، وبتساهم ايضا في زياده افراز الكولاجين في الجسم. وطبعا اكيد معروف ان التوتيات او الفراوله او الخضروات الورقية الخضراء بشكل عام تحتوي على مضادات الأكسدة، وهي كمان عامل مهم جدا في الحفاظ على البشرة، وبتزيد من نضارتها يعني. جميل، بما أن نحن تكلمنا شوية، مع أن هذا المجال متشعب جدا، بس أعطينا أو ذكرنا بعض الأمثلة على ممكن الورقيات الخضراء نفس الجرجير والتوتيات والبرتقال مثلا مهم لصحة البشرة. بشكل عام شو هي الأطعمة التي تؤثر سلبا، خلنا نقول، على البشرة نفسها؟ الأطعمة اللي بتأثر سلبا، أكثر شيء ممكن يضر عنا البشرة، هي السكريات. السكريات مضرة جدا للبشرة، لأنه السكريات شو بتعمل؟ هي بترتبط بالكولاجين في الجسم، يعني بتسبب له زي مثل التصلب، فبصير الجلد ببين بشكل أكبر، يعني ببين الواحد أكبر في العمر. فهي أكثر إشي ممكن يضر عنا السكريات، وإحنا بنتكلم عن السكريات البسيطة أو نعم السكريات المضافة، مش السكريات اللي موجودة بالفواكه مثل السكر الأبيض أو الحلويات أو السكريات اللي هي تعتبر سعرات حرارية خالية ما فيها أي قيمة غذائية. بس لو فهي استاذتنا ممكن، يعني ممكن حد يقول لك لو انا استخدم الاستيفيا او المحل الصناعي، او خلينا ممكن او مثلا السكر البني،
ممكن. هلا السكريات البديلة مثل الستيفيا، مثل السكريات النباتية، ممكن تستخدمها كبديل، ما بتضر الجسم قد ما السكريات العادية اللي هي مثل السكر الأبيض أو السكريات المضافة بشكل عام على في الأكل أو في الحلويات أكثر شيء، خصوصي في بعض الحلويات تكون بس عبارة عن سكر، يعني نعم سكر ومي حتى، نعم هاي هي أكثر شيء بتضر. وفي عنا كمان الأطعمة اللي بتأثر سلبا على البشرة، الأطعمة المقلية أو بشكل عام الدهون اللي هي بتكون مش مفيدة للجسم، الدهون المشبعة. طبعا أكثر الدهون هاي بتكون موجودة في الأطعمة المقلية، ليش؟ لأنها بتعمل على زيادة افرازات الغدد الدهنية، فبتؤدي حتى في بعض الناس في فئة عمرية في مرحلة الشباب بتؤدي إلى ظهور حب الشباب، فهاي نعم كلها بسبب الأطعمة الدهنية اللي بتساهم على ظهور حب الشباب بشكل أكبر. وفي أيضا القهوة، هلا القهوة هي مفيدة بشكل عام، بس إذا الواحد بيشرب القهوة بإفراط أو في كميات كبيرة فلازم ممكن تؤدي إلى جفاف البشرة، فهون إحنا محتاجين أكثر نعوضها في المي. وفي عنا أيضا من الأطعمة اللي ممكن تأثر بشكل سلبي اللحوم الباردة، اللحوم الباردة اللي هي اللحوم المصنعة نعم مثل المرتديلا أو النقانق أو هاي اللحوم اللحوم في القسم البارد أو في ال... بالضبط نعم هاي اللحوم المصنعة بشكل عام. ليش؟ لأنه يتم إضافة كمية كبيرة من الصوديوم، هي بشكل عام تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، فهاي الأملاح طبعا بالجسم بتعمل احتباس للمي وبتعمل تورم وظهور بعض الانتفاخات تحت العيون. يعني لما الواحد يزود من أكل الأملاح في الأكل فأكيد رح يصير عندنا احتباس للسوائل، ومرات بيصير في عندنا انتفاخ حوالين منطقة العين، فهاي مرات ممكن تؤدي إلى سبب زيادة الأملاح في الأكل. فشكرا استاذتنا على التوضيح. قبل ما نختم الفقرة هاي، مع ان عندنا اسئلة كثيرة ووصلتنا اسئلة على الرسائل النصية 4006 على استفسارات كثيرة، بس في شيء مهم الحين احنا يمكن ما ناخذ بالنا فيه، شو علاقة النوم بالبشرة؟ صح، على فكرة هذا موضوع كتير كبير وكتير حلو. هلا النوم والبشرة كتير مرتبطين مع بعض، ليش؟ لأنه أول إشي خلال فترة النوم هو بيعمل بيسمح للبشرة إنها تتعافى من تأثير المواد اللي تعرضت لها خلال النهار بشكل عام، مثل مثلا المكياج أو الدخان أو الشمس مثلا أو الأشعة فوق البنفسجية، فهاي كلياتها خلال النوم البشرة بتبلش تتعافى منها، وبنفس الوقت بتتوحد لون البشرة، بتعزز من نضارتها. ولما الواحد ينام بكميات كويسة بنعكس على البشرة، بتكون الوجه بيطلع بأكثر استرخاء وأكثر سعادة، وبيكون أقل شحوب. يعني الناس اللي ما بتنام كتير أو قلة النوم بشكل عام بتأثر على البشرة أو بنعكس، يعني حتى ممكن مرات تشوفي شخص تحكي له أنت شكلك مش نايمة منيح امبارح، نعم نعم يعني على طول بنعكس على البشرة انه في قلة نوم في الموضوع. أو حتى واصلا شحوب أو إلى آخره. بالضبط بتبين البشرة باهتة وتعبانة، لانه النوم كتير مهم، بعكس لما واحد يكون نايم كويس بس يعني بيكون بنعكس على وجهه انه وجهه بيكون مسترخي، يعني بنظر مشرق، هاي كلياتها النوم الجيد طبعا بيأدي لإلها. يعني استاذتنا رناد، عندنا أسئلة كثيرة بس للأسف الشديد الفقرة وصلت إلى نهايتها. شكرا أستاذتنا رناد إبراهيم عبد الرحمن، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة في دبي، وخليكم معانا، بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم بإذن الله. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية، معاكم دكتورة سارة الدلال وبرنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي بمشاركة متميزة مع إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. من بعد فقرة كانت شيقة جدا نتكلم فيها عن صحة البشرة والغذاء المتوازن وشو الأطعمة اللي ممكن تضر الغذاء ومنها حتى النوم السيء أو نمط النوم اللي ما يكون منتظم،
بننتقل إلى خبر متميز، وهي خبر عن تمكن أطباء مستشفى دبي بالتعاون مع أطباء مركز الطوارئ بمستشفى راشد من إنقاذ حياة مريض خليجي عمره 36 سنة تعرض لتمزق في الشريان الأبهر من خلال عملية جراحية معقدة تكللت بالنجاح التام. وليحدثنا أكثر عن هذه العملية نستضيف اليوم الصباح الدكتور عبيد محمد الجاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي. صباح الخير دكتور عبيد. صباح النور والسرور، حيا الله. الله يحييك دكتور. دكتورنا، ممكن تحدثنا بداية عن الحالة المرضية وكيف وصلت المستشفى وشو كان يعاني منه المريضة وتعاني منه المريضة؟ نعم أختي سارة، صباحكم الله بالخير أول شيء، ويعطيكم ألف عافية وشكرا على الاستضافة. في الحقيقة المريض كان زائر من دول، حتى دول الخليج، كان خليجي فيزور دولة الإمارات لاحتفالات رأس السنة، وعند كذلك يعني أهله موجودين هنا. فبالضبط في ليلة رأس السنة صار عنده ألم حاد، وتقريبا عمره 36 سنة، صار عنده ألم حاد في مفاجئ في الصدر، فأخذوه المستشفى الميداني اللي أسسته هيئة الصحة لاحتفالات رأس السنة، وبسرعة أخذوه من هناك لمستشفى راشد، وفي غضون أقل من ساعة أو ساعتين تم تشخيصه أنه صار عنده تمزق أو تسلخ في الشريان الأورطي أو الأبهر. طبعا الشريان الأورطي، الشريان الأبهر، هذا الشريان الرئيسي اللي يطلع من القلب ويوزع دم للجسم، فهذا هو شريان الحياة مثل ما نسميه احنا. الحالات هاي حالات نادرة جدا لكن خطيرة في نفس الوقت، ولازم تتشخص بشكل سريع، ولازم ان المريض بسرعة ياخذ لغرفة العمليات، لان بكل ساعة تمر تزيد نسبة الوفاة من 1-5%. الحمد لله كان الفريق الميداني سريع جدا في تشخيص الحالة، وخذوه من مستشفى راشد، وطبعا هيئة الصحة موفرة كل الإمكانيات وكل الخبرة الموجودة في المستشفى، سواء المستشفى الميداني أو في مستشفى راشد في قسم الحوادث. الجماعة ما قصروا، أخذوه وسووا له سي تي سكان على طول. تشخيص الحالات في هذه الحالات أحيانا يكون تشخيص صعب، ويصير مثلا اختلاط في بعض الحالات مثل هذه وحالات القلب الثانية، لكن الفريق كان جدا متميز وعندهم خبرة وشخصوه، ونقلنا لمستشفى دبي، وخلال ساعتين أدخلناه غرفة العمليات وتمت العملية الحمد لله بنجاح، وخرج المريض من المستشفى الحمد لله. شكرا دكتورنا على التوضيح. بما أنك ذكرت دكتور عبيد أن هذا التشخيص، أو مثلا سرعة، أول شيء سرعة التشخيص ودقة التشخيص مهمة جدا، كيف كان دور اللي قام به الأطباء اللي كانوا في مركز الطوارئ، سواء كان من المستشفى الميداني إلى الأطباء اللي متواجدين في مركز الطوارئ بمستشفى دبي، كيف كان دورهم مهم في تحويل الحالة في الوقت المناسب لمستشفى دبي؟ نعم صحيح، طبعا هنا الخبرة تلعب دور والإمكانيات المتوفرة تلعب دور. فخبرة الشباب طبعا الموجودين في المستشفى الميداني وفي قسم الحوادث في مستشفى راشد، طبعا هالخبرة لعبت دور كبير ان المريض تشخص بسرعة مثل ما قلت. كثير من الناس يجيهم ألم في الصدر، ألم مثلا في الظهر، وخاصة الواحد لو يكون عمره صغير، يعني مثلا واحد شخص عمره في الثلاثينيات ما نتوقع ان يكون يعني عنده مشكلة في القلب، فالتركيز ما يكون على القلب، ممكن يكون تركيز على مثلا يكون ألم في العضلات أو الضلوع أو مثلا مشكلة في التنفس. لكن هني الخبرة لعبت دور كبير، والشباب ما شاء الله عليهم قدروا في وقت قياسي يشخصون الحالة، وحتى يعني أطباء الحوادث في مستشفى راشد على طول دخلوا قسم الأشعة وسووا له أشعة والتصوير للقلب، وبين أنه كان عنده تمزق في الشريان الأبهر.
فمثل ما قلت لك ان الوقت هني عامل مهم جدا والسلاح ذو حدين. اذا تاخرنا في تشخيص الحالات هني حتى اذا دخلنا المريض العمليات ممكن العمليه ما تنجح. ليش؟ لان ممكن اعضاء الجسم الثاني مثل المخ والكلى والجهاز الهضمي يتاثرون بالوقت، لان ترويه الدم للاعضاء هذه مهمه جدا، وكل ما يمر الوقت والترويه ناقصه فيصير خلل في وظيفه الاعضاء هاي. حتى نحن لو سوينا العمليه ممكن بعد العمليه هاي الاعضاء ما ترجع تشتغل. نعم. وطبعا ممكن يؤدي الى الوفاه لا سمح الله. لا سمح. فالوقت عامل مهم جدا. نحن نقول بالانجليزي نقول في الحالات هذه تايم از ماسل. نعم. فكان مهم جدا يعني نتشخص بسرعه، وطبعا توفير الامكانيات يعني الحمد لله هيئه الصحه سواء كان في مستشفى راشد ومستشفى دبي مستشفى الميداني عندنا الاجهزه متوفره على مدار الساعه، وتشخيص الحالات الحرجه تتم بسرعه قياسيه. ومثل ما قلت لك في الحالات هذه كل ساعه تمر تزيد نسبه الوفاه من 1 إلى 5%. نحن طبعا بدورنا وبدور الجميع نشكركم على الجهود المبذولة، بس لو دكتور تخبرنا شو الإجراءات أو ممكن يعني شوي في تفاصيل العملية نفسها والإجراءات لما بعد صار التشخيص، والتشخيص بما أن نحن سمعنا أن المريض شخص بطريقة بسرعة الحمد لله ووصل إلى مستشفى راشد وتشخص، شو الإجراءات اللي قامتها مستشفى دبي من بعد وصولها إلى مستشفى راشد، والعملية اللي أو نوع العملية اللي صارت في هذه الحالة وكم استمرت وإلى آخره؟ نعم، طبعاً بعد ما تشخص المريض إحنا في الحقيقة عندنا فريق مشترك بين مستشفى راشد ومستشفى دبي نسميه هارت تيم، وفي فريق متخصص في الحالات هذه. الحالة هاي تسمى aortic dissection بالإنجليزي أو تمزق أو تسلخ الشريان الأبهر. حالات نادرة، هاي الحالة تحصل تقريبا من 5 إلى 10 حالات لكل 1,000,000 شخص، يعني في نادرة جدا. نادرة جدا، نعم. يعني نحن في السنة نشوف حوالي تقريبا 15 إلى 20 حالة، حالات قليلة جدا. وتكون في صغار السن يعني أو في المقتبل العمر دكتور أو العمر يعني تقريبا يكون بين 60 و70 سنة، الناس اللي فوق 60 سنة. وليش يصير هذا الشيء؟ هو طبعا العامل الرئيسي اللي يؤدي إلى تمزق الشريان الأبهر هو الضغط، ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، وخاصة الناس اللي ما يتحكمون أو ما يأخذون عندهم الضغط وما يأخذون أدوية أو ما عندهم خبر، الغير ملتزمين مثلا يمكن. نعم. النظام نعم بالضبط. ومع الوقت مع تقدم السن يصير تصلب في الشرايين، فالضغط مع تصلب الشرايين يؤدي ان يصير مثل ما نقول احنا ثقب في جدار الشريان من الداخل. طبعا احنا الشريان الاورطي انقسم الى قسمين او 3 اقسام، الشريان الصاعد اللي هو طالع من القلب ويصعد حوالي 10 سنتي الى ما يوصل منطقة الرقبة، ومن هناك ينزل الشريان على الجسم في المنطقة هاي كمان اللي في الرقبة، تغذي في 3 شرايين يطلعون يغذون المخ والذراع الأيمن والذراع الأيسر. فالشريان نحن نقطع الشريان ونحطه تحت الميكروسكوب عبارة عن 3 طبقات. فشو اللي يصير؟ يصير أن الطبقة الأولى الداخلية يصير فيها ثقب، الطبقة الثانية كذلك يصير فيها ثقب، هم أضعف طبقتين، لكن الطبقة الخارجية الثالثة هي أقوى طبقة. نعم. تمسك الدم. فلما يصير الثقب مجرى الدم يتغير من الوعاء أو الشريان الرئيسي إلى شريان نحن نسميه فولس لومن أو شريان غير أو مجرى غير حقيقي. نعم. المجرى غير الحقيقي هذا ما يؤدي إلى تروية الدم إلى الأعضاء، لأن المسار ما مش في المسار الصحيح، صار مسار الدم. نعم.
يتدفق مزيف. إلى مكان، إلى خلنا نقول جيب معين، إلى كيس معين، إلى وما يؤدي إلى العضلات. فطبعا العملية هذه أو في هذه الحالات العملية كيف تكون دكتور لتصليح هذا المسار المختلف؟ نعم، فلما يصير عندنا مسار مزيف ومسار غير حقيقي، فتروية الأعضاء تختلف وتنقص، فلازم بسرعة نرجع المسار، مسار الدم إلى المسار الحقيقي. فبعض الأحيان حتى الصمام الأورطي يتأثر، فشو علينا نسوي؟ علينا نحن نستبدل كل جزء، هذا الجزء اللي طالع من القلب مع الصمام، مع إزالة الشرايين. لازم نزيل الشرايين اللي تغطي القلب، شرايين التاجية، نزيلهم من الشريان الممزق، ونستبدل الجزء هذا بصمام صناعي وشريان صناعي، ونوصلهم بشرايين المخ، وبعدين نبدأ نركب شرايين القلب في الشريان الاصطناعي. فهذه نسميها بالإنجليزي العملية، تسمى عملية بنتال بروسيجر. طبعا هاي تحتاج خبرة كبيرة، عملية معقدة، توصيل الشرايين لازم تكون بدقة. العملية فيها نسبة نزيف كثيرة، لأن احنا نتعامل مع القلب مع الشرايين، ونسبة النجاح فيها في أحسن المراكز العالمية ما تتعدى 80% تقريبا، في بعض المراكز 50% إلى 80%، فهي تعتمد على الخبرة وعلى سرعة التشخيص مثل ما ذكرت. نعم دكتور. دكتور، هو ان احنا تكلمنا عن المشكله او التمزق في شريان الابهار والتسلق والعمليه المعقده نفسها، خلينا نتكلم شويه دكتور عن اهم، يعني عن شو الاشياء اللي ممكن الواحد يوقي نفسه في حال انه ممكن يمكن يكون متعرض لهذا الموضوع وما يعرف عن نفسه انه ممكن يكون عنده هذا الشيء. نعم طبعا، وقاية القلب والوقاية من أمراض القلب مهمة جدا. فالناس الكبار في السن عادة تظهر عليهم الأعراض، أعراض ضغط الدم، مهم جدا أن الإنسان يراجع الطبيب باستمرار، ياخذ بنصيحة الطبيب، ياخذ الأدوية اللي الطبيب يكتب لي إياها، يعيش حياة صحية مثل ما، لأن عوامل اللي تأثر على القلب والشرايين أنا صراحة قسمها لجزئين، عوامل تظهر في الجسم نفسه مثل الأمراض، وأشهر ثلاث أمراض تأثر على القلب والشرايين اللي هم معروفين الضغط والسكر والدم. فالناس اللي تطلع عندهم هاي العوامل مفروض يراجعون الأطباء بشكل مستمر، يأخذون الأدوية ويعيشون حياة صحية. والعوامل الأخرى أسميها العوامل الخارجية اللي تأثر على الجسم وبالتالي تأثر على القلب والشرايين. العوامل الخارجية مثل الحياة غير الصحية، الأكل الغير الصحي، التدخين، عدم ممارسة الرياضة. وفي الوقت هذا نحن نشوف عامل الاسترس أو الضغط النفسي يأثر كثير على الأشخاص وخاصة الصغار في السن. فتقسيم العوامل تكون عوامل من داخل الجسم وعوامل من خارج الجسم. إذا الشخص صار عنده مثلا أي عامل أو عاملين أو ثلاث عوامل من هاي العوامل، مفروض يعني يتعامل وياهم ويروح يزور الطبيب ويفحص على قلبه بشكل دوري ومستمر، وخاصة الصغار في السن، لأن ما نقدر نستثني الصغار في السن أنه ما يصير عندهم مشاكل في القلب. فالناس يقولون والله لا أنا بعدني صغير وما عندي مشكلة في القلب، بالعكس، يعني في ناس عندهم كذلك عوامل وراثية، يعني مثلا يكون عندهم ارتفاع في الكوليسترول او نسب الكوليسترول او السكر مثلا، يمكن في العائله والمريض ما يعرف انه ممكن عنده بوادر للسكر او الضغط. صحيح، فهذه الاشخاص خاصه عليهم مراجعه الاطباء على الاقل مره في السنه. واذا الانسان وصل ل 45 سنه عاد ما عنده حجة، لازم يعني يحاول يعيش حياة صحية، يراجع الطبيب على الأقل مرتين في السنة يشيك على قلبه. فهذه الأشياء طبعا تؤدي إلى عدم حدوث مفاجآت في القلب مثل السكتات القلبية أو تمزق الشريان. وبالمناسبة تمزق الشريان مثل ما ذكرت، تمزق الشريان الأبهر حالات نادرة،
أهم عامل يؤدي إلى تمزق الشريان هو الارتفاع المفاجئ في الضغط مثل ما قلت لك. لكن في حالات معروفة يصير عندهم تمزق الشريان، مثل يعني في ناس عندهم سندروم يسمونه مارفان سندروم، هاي اللي يكون عندهم نقص في كولاجين في جدار الشريان، فمرض وراثي ممكن يؤدي إلى توسع الشريان. في ناس عندهم توسع الشريان بشكل تلقائي، وتوسع الشريان بعد يكون بسبب تضيق في الصمام الأبهر. إذا صار عنده تضيق في الصمام الأبهر ممكن أن الشريان الأورطي يتوسع، وإذا صار عند الشخص ارتفاع في ضغط الدم ممكن يصير تمزق في الشريان. فعدة عوامل. وفي حالات نادرة للأسف في بعض النساء خاصة الحوامل، نعم فصير عندهم ضعف في جدار الشريان. وأنا شخصيا سويت عملية له سيدتين في السابق، وحسن الحظ كان الطفل واصل في شهر الثامن أو التاسع. ففي هذه الحالات نجري عملية قيصرية سريعة أساس نطلع الجنين، وعلى طول في نفس الوقت نسوي عملية القلب، خاصة أصلا في المرأة الحامل صعوبة أن يكون التشخيص موجود لعوامل كثيرة، مثلا ممكن تعرض إلى الأشعة يكون محدود وإلى آخره، فيصعب نعم يصعب عليكم التشخيص أو حتى يعني مثلا حتى التدخل المبكر في هذه الحالات. أتفق وياك 100%. نعم نشكرك جزيل الشكر دكتورنا عبيد، وكلمة أخيرة ممكن تخبر مستمعينا اليوم. طبعا في النهاية أحب أشكر كل طاقم الطبي اللي شارك في تشخيص المريض هذا وإنقاذ حياته، سواء كانوا في المستشفى الميداني، مستشفى راشد، مستشفى دبي، فريق الطوارئ في مستشفى راشد، وفريق جراحة القلب في مستشفى دبي، قاموا بعمل جبار. وهذا طبعا ما يتم مجهود شخص أو شخصين، هذا مجهود فريق متكامل. وأشكر هيئة الصحة على الدعم المتواصل لقسم الحوادث ولقسم جراحة القلب، تزويدنا بالمعدات اللازمة بأحدث التقنيات بحيث أن احنا نقدر نقوم بعملنا على أكمل وجه. وعادة نقول نحن أن يعني صحة القلب يعني صحة الإنسان، وهذا طبعا يأثر على الشخص نفسه وعلى الناس المحيطين فيه. طبعا فالإنسان اللي هو مثل ما نقول عنده قلب سليم تكون حياته سليمة وأموره تمام. ففحص القلب ضروري خاصة في الزمن هذا مع التطور المستمر في نمط الحياة والضغط النفسي اللي موجود حاليا لكل الناس. فننصحهم ان يكون قلبهم بين فترة وفترة. شكرا جزيلا دكتور عبيد محمد الجاسم، استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي. يعطيك العافية. شكرا اختي سارة. اليوم كانت حلقتنا متنوعة، كانت حلقة صحة وسعادة، برنامجكم الشيق متنوعة، تكلمنا فيها عن عدة أشياء، منها الخبر من الجامعة توركو الفنلندية وأهمية الاستخدام الصحيح للأشعة المقطعية في تشخيص الالتهابات الزائدة الدودية، وأيضا ذكرنا خبرين أو تناقشنا مع اختصاصيين لصحة الجسم من ناحية أكبر أو أهم عضوين عندنا في الجسم، البشرة والقلب. في نهاية حلقتنا اليوم حاب أشكر للجميع حسن متابعتكم، وحاب أشكر الفريق المتواجد في إذاعة نور دبي من المخرج المتميز وائل قواسمة، ومع جميع الطاقم اللي موجود اليوم
ومتابعتكم كانت تسرنا جدا، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل للجميع. ومعاكم دكتورة سارة الدلال، ودمتم بأمان الله، مع السلامة. صحة وسعادة.